اتفضل بقى ورينا فين الزفتة المسودة دي. حاضر حاضر حاضر. هي كانت هنا نهار اسود ومهبب على دماغي. لا لا هو ايوه بنداري انا فاكر كانت في الحته دي في الجنب ده في الجنب ده ايوه الجنب ده. فين هي بقى؟ لا 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 هو الحمد لله الحمد لله. عم بندق. نعم. انت متأكد ان العدد ده كامل؟ ايوه طبعا متأكد. متأكد متأكد؟ صراحة لا مش متأكد اكذب. العدد ده قصة واحدة بس ما فيهوش حوار. ايوه انا فاكر العدد ده بالذات كان جدك صور بس لكن ما حطش الحوار. يا سلام كانت قصة حلوة قوي 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 لسه فاكرها لحد دلوقتي. كانت بتعرف ايه بقى القصة دي؟ احكي لكم. تحكي ايه؟ بليز احكيها. بس هي القصة طويلة حبتين. طب ما تختصرها. اختصرها؟ انت هتختصرها. في ايه؟ طيب حاضر هختصرها. يلا. كان يا مكان ما يحلى الكلام. لا بقولك ايه يا عم بندق، انت لسه هتفضل تقولي ما يحلى الكلام وهنحشي الحمام؟ انا تعبانة واخدة برشام فلخص. لا خلاص ما دام خدت برشام لازم الواحد يخلص. شوفوا بقى كان في بطوط، بطوط ده كان ليه تلاتة، التلاتة دول ولاد اخوه، الواد سوسو وتوتو ولولو. لولو ده كان شقي قوي، ولد كان شقي جدا. هو لولو ده كان ولد؟ قطة. انجزي انت كمان، لولو يطلع ولد يطلع كلب مالكيش فيه، اسمع القصة وخلاص. التلاتة دول كانوا تملي يتخانقوا مع بعض، مش طايقين بعض، على ايه؟ على لعبة صغيرة قوي كده. قام جه ميكي راح واخد اللعبة دي ومخبيها وراح راسم خريطة وعمل لغز ليحل اللغز يوصل للعبة. جم يحلوا اللغز لقوا في لغز تاني، يحلوا اللغز لقوا في لغز تالت ورابع وخامس لحد آخر المشوار حلوا اللغز الكبير وصلوا للعبة. جي ميكي راح واخد اللعبة دي وعشان هما بدل ما كانوا بيتخانقوا وبدل ما كانوا بيزعلوا مع بعض وبدل ما كانوا مش طايقين بعض بقوا بيحبوا بعض، متكاتفين متحبين مترابطين. عشان كده ميكي عمل لهم لعبة كبيرة زي اللعبة الصغيرة دي للتلاتة واداها لهم مكافأة عشان حبهم لبعض. خلصت الحدوتة. حلو قوي حدوتة جميلة. المهم بقى دودو ويويو وفوفو دول لقوا اللعبة فين؟ بصراحة أنا مش فاكر. ما تشوف يا أخي أنت في المسودة دي يمكن. أهي لا هو في الساعة مبندول. إيه الساعة مبندول دي؟ مفيش أي حاجة هنا جوه ومفيش حاجة فوق برضه. طب وسعها وسعها. عايز شاكوش. شاكوش شاكوش في شاكوش هنا يا عم بندق. هو كان هنا في شاكوش. يو انت هتقعد تير. انا اتخيلت بشاكوش هنا. احنا جايين نرجع لك ذاكرتك. معلش اطمن. لا اطمن اطمن هاني. ايوه يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة في حاجة جوه. طيب أيًا كان اللي جوه واضح إن هو حاجة صغيرة. بصوا يا جماعة لو ما كانش أتليست حتة ألمازة قد كده يبقى إحنا اتخرب بيتنا. إيه ده؟ إيه الهبل ده؟ هات الهبل ده.
استنى كده رجعها يعني. يا جماعة في حاجة جوه. حاجة جوه ايه دي حصالة؟ هو جدكم كان شال الكنز وهو في تالتة ابتدائي؟ نكسره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. استنى هاني عشان نبقى بوزيتيف بس، ايا كان اللي جوه واضح ان هو حاجة اصغر من اللي انا توقعتها، بس هو لو ما كانش اتليست حتت الماس صغننة كتير كده من اطوارة يبقى احنا اكيد اكيد دافنتلي اتخرب بيتنا. مفيش، خلوا بالكم بس عشان الاطوارة اللي هتحصل. يا رب. في حاجة. ده جنيه ذهب. طب بكام ده؟ ده بحوالي 2282 جنيه. 2280 على 4 يبقى 570، ويبقى انا كده خدت حق يا جماعه، ويبقى فاضل لي جنيه وانا مسامح فيه. يعني احنا قاعدين ندور على كنز عشان في الاخر لا مؤاخذه يطلع جنيه ذهب. اه ما اكيد اللي كان عامل اللغز ده كان طارق علام. طيب هات يا جماعه. استنوا يا جماعه، اكيد لو كسرنا الجنيه هنلاقي حاجات اكيد اقل من الحاجات اللي احنا كنا متوقعينها، بس ممكن نلاقي حاجه يعني. خلاص ما تزعليش نفسك يا نيلي، احنا عملنا اللي علينا وده نصيبنا، هنعمل ايه تاني يعني؟ نيلي انت ما خسرتيش حاجه على فكره، انت كسبتي اهلك وناسك، كسبتي شريهان وكسبتي هاني وكسبتي معانا جنيه دهب على فكره. هو المهم لمه العيله، جدك اساسا ما كانش متصور ان انتوا هتتقابلوا وتحبوا بعض بالشكل ده. انا مش زعلانه خلاص يا جماعه عشان ما لقيناش الفلوس، بالعكس انا مبسوطه عشان مشينا الرحله دي مع بعض، وكمان انا اتغيرت وفهمت الدنيا ماشيه ازاي، ومبسوطه اكتر ان انا عرفتكم. ممكن اقول لكم حاجه بس ما تزعلوش؟ انا بجد عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان انا ينفع اسلم عليكم اصلا، بس دلوقتي انا ما اقدرش اعيش من غيركم. انا بس كان نفسي في الفلوس عشان كنت طبعا هتخرجي بابا من السجن. لا عشان اجيب النيو كولكشن الصيفي، لان انا لابسه لبس الصيف اللي فات ودي بالنسبه لي حاجه مهينه جدا، وبالباقي كنت هطلع بابي. لا انا اتغيرت الاول، لما لو لقيت فلوس هطلع بابي، وبعدين بعد كده هبقى اجيب لبس. انا كمان يا جماعه اتغيرت، ولازم يا هاني اجيب الكولكشن، لاني خلاص من بعد ما دقت النظافه مش هينفع البس الفيزون تاني. وانا كمان اتغيرت وبقيت نتن. ممكن نمشي من المكان القذر ده عشان اروح استحمى؟ ايوه صح، يلا بينا يلا. انا لسه ما اتغيرتش يا جماعه، استنوا لما ولا اتغيرت. هاني ايه؟ هات الجنيه الذهبي اهو. حلال عليك. يعني جدكم ده يعني الراجل الميكي دوت ما كانش قادر يملى لنا التماثيل الكبيره دي ذهب بدل العروسه الصغيره اللي حاطط لي فيها نص جنيه ذهب؟ زعلوش مني يا جماعه. ييكا عمل لهم لعبة كبيرة زي اللعبة الصغيرة دي للتلاتة، واداها لهم مكافأة عشان حبهم لبعض. الله انت
بتعيط ليه بس دلوقتي يا عم بندق؟ ما احنا لقينا الفلوس اهي. دموع الفرح يا بنتي. انا ما كنتش متصور ابدا ان انتوا ممكن توصلوا للفلوس دي. وجدك الله يرحمه تعب قوي 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 على ما بدل فلوسه بالفلوس الذهب دي. وقعدنا 7 ايام نحشر البتوع دول بالفلوس الذهب. حتى عارفه ده اهو ده بالذات بقيت احط فيه كده واحشر كده اهو زي ما يكون بتعمله منبار واحط كده واحط كده اهو كده اهو. ده اتعور من كنت بتعب والله. عارف ده اتعور بقاله كام سنه؟ شوف كده ايه مالكم؟ ما انتوا سالتوني على الفلوس الذهب وانا ما قلت. انتوا كنتوا بتسالونا على الالغاز. الالغاز بتسالوا الالغاز ولا ما سالتونيش على الفلوس ده؟ صح صح صح. ايه يا جماعه في حاجه جوه؟ جوه فين؟ طب هاتوا بقى يا هاني هنا على الترابيزه وقلبوا كده ونرجوا نشوف في ايه. ماشي بس بقول لكم ايه؟ لا بعد مين؟ انتوا فتحتوا التماثيل الكبيره سيبوني انا وسيف نفتحه ده بقى. ماشي افتح مين؟ تعالى بس كده افتح ايه؟ انا مش هعمل حاجه هم اللي هيعملوا. يعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ايوه اهو ادي الشاكوش يا شوشو. حرام عليكم حرام عليكم. اسمع انتوا واقفين هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت متاكد ان احنا ماشيين صح ابو الدهب بيه؟ عيب هلا انت مع ابو الدهب اللي ما تفوتوش فوته. اصبر على حقي لكن اخده من بوق السبع. ايه القصه بتقول ان الكنز في قريه اسمها بيبيتو خواريز في صحراء المكسيك. ما كفايه خواريز بقى ابو الدهب بيه. اخلص. ايوه يعني قدامنا قد ايه؟ هانت كلها يومين بكتير. يا نهار اسود يومين؟ طب هات شويه ميه من اللي معاك. انا مش لسه بديك ميه من 7 ساعات. ايوه خلصوا. هات شوية مية بس قابل الشفايف. اخلص امشي. حا حا ده حمار مكسيكي يا غبي هيفهمك تقول له حا. امال اقول له ايه؟ قول له خا 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 خدني يا رب.